قبل المغرب اصلا مش قضية. فنتحدث شوي في آيات الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصوت برا ما فيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. سبق احنا تحدثنا في كتب من ناحية اللغة، لكن خلينا هنا بس نشير إلى انه لما يقال كتب هي اقوى من وجب واقوى من فرض واقوى من قضي به او حكم به. اقوى شيء، اقوى عبارة في الالزام، في الالزام كتب، الكتب كتب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الصيام طبعا الصيام وردت في القرآن في حدود 9 مرات. صيام وردت ايضا صوم. وين وردت صوم؟ اني نذرت للرحمن صوما مثلا، مش هيك؟ صوما صوم. ايش هو الصيام؟ طبعا صام صام صياما وصام صوما، هذول مصدرين، صام صياما وصام صوما. ولكن كما تلاحظوا اكثر ما استخدم القرآن الصيام. صيام ايش هو الصوم في الاصل؟ يعني في اصل اللغة لاحظوا الصوم هو الامساك، الامساك احيانا واحيانا الركود. كيف يعني؟ العرب مثلا كانت تقول لما الريح بتكون بتركض، الريح ركضت، الريح بيقولوا صامت الريح. الشمس لما كانت تكون في كبد السماء يظنوا انها ايش الان ركضت، كان يقولوا صامت الشمس. اذا الصوم هو امساك، امساك عن شيء، امساك عن شيء. لكن في الدين اصطلاح الصوم صار بيعني ايش؟ الامساك عن الطعام والشراب مثلا والجماع من طلوع الفجر الى مغيب، بالتفاصيل في الاصطلاح الشرعي بسموه، لانه في معنى لغوي وفي معنى شرعي. الشرعي وخليني هون على وجه السرعة، سبق قلنا في عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. يعني كلمة الصلاة ايش هو اصلا؟ الصلاة فيها معنى الثناء الجميل، هذا في اللغة. ولكن في الشرع ايش الصلاة في القرآن مثلا والسنة؟ ايش اللي هي اللي تعرفوها، اللي هي ركن من اركان الدين بشروط واركان، هذا بسموه ايش؟ اصطلاح حقيقة شرعية. وفي عرفية، ايش تعارف الناس مثلا هون في فلسطين لما واحد بده يشتري لحم معناته مش سمك. في بلاد ثانية ممكن ما يميزوش بين سمك ولحم، يعني كله لحم، والقرآن قال لحما طرية عن السمك، مش هيك؟ هذا في العرف. دائما في التفسير بنقدم، دائما في التفسير بنقدم الحقيقة الشرعية. وين ما وردت كلمة صلاة معروفة في الشرع، إلا إذا السياق قال مثلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا اختلفوا. هنا السياق دل على أنه مش الصلاة اللي هي ركن من أركان الدين. أما أول ما نأخذ كلمة زكاة، صلاة، حج، مش هيك؟ صوم، صيام، كل هذا
نأخذ بالحقيقة الشرعية، هذا أولا، ما لم يأتي إشي دليل يقول إنه المقصود مش الحقيقة الشرعية وإنما اللغة مثلا، فمنقدم حقيقة شرعية ثم عرفية ثم لغوية، هيك الترتيب. الآن مش موضوعنا، لكن فهمتوا أنتوا إنه أولا لما أقول حج مفهوم شو يعني حج، مش يقعد واحد يقول لي الحج هو القصد إلى معظم، لا الحج معروف، مش يقعد يقول لي الزكاة يعني الطهر والنماء وإلى آخره، لا ما هي الزكاة معروفة. فبنأخذ الحقيقة الشرعية أولا، ما لم يأتي دليل والسياق نفسه يدل على إنه لا إحنا رايحين لإشي اسمه عرفي أو لغوي. هذه مسألة. فبسأل هون في فرق بين الصوم والصيام، الشيخ بسأل هون، بدي أتوقف شوي. في شخص هذا والآن في عندكم يعني الفضائيات مرات بتستضيف ناس يحرفون في الدين، منهم عن غباء، عن غباء ومنهم عن انحراف وتخطيط سابق أصلا، يتظاهروا بأنهم مسلمين في ملاحدة، بسموهم مفكرين إسلاميين وهم ملاحدة، وفي عن غباء. هذا الرجل بدون أسماء طبعا، أنا بحبش أقول أسماء إلا أسماء الطغاة يعني، إلا هذا الرجل ب 2012 شفت له فرحان فيها في التمييز بين صوم وصيام، هو مكتشفها في 2013 شفت له في الفضائيات، في 2014 شفت له، وفي 15 شفت له، وفي 2016 شفت له. ايش الصوم قال عنده والفرق بين صوم وصيام؟ قال الصيام هو اللي بتعرفه، هذا الاصطلاح الشرعي عن الاكل والشرب يعني، هذا الصيام. قال طب والصوم؟ قال الصوم هو قول الحقيقة والكلام الطيب، وبالتالي الصوم مطلوب في كل السنة، انك تقول الحقيقة والكلام الطيب، والصيام اللي بتعرفه. طيب لو جئ، وهذا الرجل، هذا الرجل في غاية الغباء على فكرة، مع انه اللي بكيدك انه في ناس بيقول لك الله اكبر ما اجمل هالتفريق، شوفها اول مرة بنسمع بهالكلام. طبعا اول مرة بدك تسمع لانه لا وارد لا في اللغة ولا في فاول مرة بتسمع، طبعا اول مرة بتسمع، وبتلاقيه فرحان هو وكل مناسبة. الفرق بين صوم وصيام، قال فهمتوا شو الفرق عنده بين صوم وصيام؟ قال طب دليلك، شوفوا الدليل ما أغباه في استنباط الدليل. قال لاحظوا لما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، وبوقف عند هون على فكرة، بكملش لأنه لو كمل بنفضح، لأنه هو بقول إنه الصوم شو هو؟ قول الحقيقة وقول اللطيف يعني تتعامل. طب ما هي شو عند هون بوقفها، بقول لا إني نذرت للرحمن صوما، هي بدهاش طيب إيش؟ طيب فلن أكلم، معناته مش كلام الصوم، مش هي قالت فلن أكلم؟ ما بكملش الآية على فكرة. طبعا هذا غير أنه بيخطئ في الآية، مش هيك؟ وإما ترين، وبرد يكررها في كل المرات، مش مرة، مش تقول يعني بتنبه كمان عبر سنين، لأنها فإما ترين مثلا، وكثير آيات بقراها في محلات ثانية غلط. المهم الفضائيات التافهة بتجد بتستضيف مثل هذا وبروجوا على فكرة، بروجوا الخطأ، الخطأ والخلل بروجوا. فإحنا الحقيقة مش قضية أنه الفرق بين الصيام وصوم، لا انا قصدي من ضمن ما بقصده لما نبين الان وين الخلل عند هذا الزلمة، مشان يعرفوه برضه، لانه هو بيخبص في امور كثيرة وفي منها خطيرة، وممكن يكون وراء ناس على فكرة، لانه هذا من سوريا هو، وفي اكم من واحد من سوريا على فكرة مهندسين، هذول يبدو وراهم لا وراهم مخابرات او وراهم مؤسسات استشراقية روسية وغيرها، في بعرف انا بعض المسائل هاي، بس مش بالضرورة هذا بالضبط. بس انا لاحظت واحد ملحد من اللي بيسموه مفكر اسلامي برضو اثنى على تفريق هذا الرجل بين صوم وصيام، قال يعني ايش انه الكلام الطيب الحقيقة، تقول الحقيقة والكلام الطيب هذا الصوم، منين جبتها؟ موجود في اللغة؟ مش موجود في القرآن؟ مش موجود في السنة؟ مش موجود. طيب ممتاز، طب نشوف السنة مثلا، نشوف السنة، مش الرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح وافصح العرب؟ هل استخدم الرسول صوم رمضان في الاحاديث الشريفة؟ قال صوم رمضان ولا ما قالش؟ خصوصا في تبيان اركان الدين، شهادة ان لا اله الا الله، الاركان محمد وان محمد رسول الله، لاحظوا اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، شو قال الرسول؟ صوم رمضان. يبعرفش عربي معناته الرسول على رأي هالاراجوز، بيعرفش عربي معناته الرسول لما بيقول صوم رمضان،
لازم كان يكون صيام رمضان. طب ما هو قال صيام رمضان كمان الرسول، قال صوم رمضان وقال صيام رمضان. وضع الله عن المسلمين في السفر ايش؟ الصوم. لاحظوا شو قال، صوم وشطر، وشطر الصلاة، وشطر الصلاة. وضع ايش وضع؟ يعني مخفف علينا، فما عادش الصوم واجب. فشو قال؟ وضع الصوم مش الصيام، وشطر الصلاة، على اعتبار انكم الرباعية وشو بتصلوها.